شش كلمة أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله دوم كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير فانجم كلمة استغفار أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ششم كلمة رد كبر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.